من منا استأنس بمكان واحد طيلة حياته؟ وما علاقة السلاطين وملوك المغرب بالمكان؟ كان الحسن الثاني يتنقل بين أزيد من 20 قصرا وإقامة ملكية، رجل مسافر في الأمكنة، دائم التنقل، شبيها بجده الحسن الأول. لذا كانت هناك أمكنة يرتاح فيها، سواء لها علاقة باعتدال المناخ والطقس، أو أنه قضى فيها أوقاتا سيئة أو رائعة. في هذا التقرير التاريخي ننبش في نفسية الحسن الثاني والأمكنة التي ينزل بها، ولماذا كان يصف نفسه بأنه ملك يملك روح فلاح. هذا ما نحاول رصده في هذا التقرير التاريخي عن الملك الحسن الثاني والأمكنة. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. لم يكن الحسن الثاني يحب قصر الرباط، حيث كان مرغما على قضاء عدة شهور من السنة فيه، كما كان يكره قصر طنجة الذي كان يعتبره متواجدا في منطقة متمردة سحق تمرد أهلها ضد الملكية في نهاية سنوات الخمسينات من القرن الماضي. وحينما أصبح ملكا فإنه لم يزر قصر عروس الشمال لقب مدينة طنجة سوى مرة واحدة، كما أن قصر أكادير لم يكن يروق له، مع أن هذا الأخير يعتبر قطعة معمارية بديعة بزخارفه ومنمنماته المعقدة. ذلك لأنه كان على اعتقاد راسخ بأن البوليزاريو والجزائر حصلت على تصميماته حين تم تشييده. أما قصر دار السلام حيث شيد حديقة يابانية فقريب جدا من العاصمة، في حين أن قصر الدار البيضاء المزود بقاعة ندوات وبأنفاقه الجديرة بمحطة مترو بلا روح، بالرغم من حدائقه الشاسعة والمناسبة للاستقبالات. أما قصر فاس فهو يتوفر وهو الآخر على حدائق شاسعة، غير أن ذكر محمد الخامس ملتصق جدا بالمكان ولا يرتاح حينما يقيم فيه. وهناك إشاعات تفيد أن قصر فاس الملقب بقصر المآسي تسكنه الأشباح، كما هو الشأن بالنسبة لقصر مكناس. وإذا ما حصل الحسن الثاني أن أقام لبضعة أشهر من السنة، وبالأخص أثناء فصل الربيع بقصر فاس، فإن ذلك كان ليتم بسبب عملي، ذلك لأنه انطلاقا من هناك كان بإمكانه الالتحاق بأماكن أقل فخامة لكن تستهويه حقا، مثل الضيعة التي يملكها عند مدخل المدينة، وهي موجودة بالقرب من عين مياه دافئة، كما أنها أي الضيعة معروفة لدى أهل القصر بثمارها الخلوية اللذيذة وطازجات خضرواتها وحليب أبقارها التي يتم تعهدها في أجواء من الموسيقى الكلاسيكية. كان الحسن الثاني يحب التجول في هذه الضيعة، ومن توجيهاته للعاملين فيما يتعلق بالمجال الفلاحي والاستمتاع بالشروحات التقنية، إنه يتوفر على روح فلاح كما يقول عن نفسه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.